أقيم صباح الجمعة مؤتمر صحفي للدكتور سليم صفير رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت بأوتيل فور سيزن بحضور لفيف من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام وخبراء المال. ألقى خلال الدكتور صفير عن آخر التطورات بالمال وبدأ أسفه عن تصرف السياسة الاقتصادية للدولة حول قطاع المصارف، وكما لم يجزم تخوفه من المستقبل لقطاع المال والصرف. وهيدي بعض اللقطات. الدكتور سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت ومديره العام ليس مصرفياً فحسب، بل هو رجل ذا اهتمامات متنوعة، تطاول الشأن العام وتلامس المشروعات الرائدة. إن للقطاع المصرفي في لبنان دوراً رئيساً في الدورة المالية الاقتصادية، وهو رافد أساس لعملية التنمية المستدامة، ويشكل دعامة لاستقرار النقد الوطني وثباته في وجه ما يتعرض له. ونظراً لأهمية هذا القطاع، فإننا نرى كما العديد من اللبنانيين أن مسؤوليته لا تقتصر على تمويل الدولة، بل تتعداها إلى وضع سياسات تنموية في عمليات الإقراض والتسليف والدعم بما يعزز توسيع حجم الاقتصاد ويوفر نمواً حقيقياً وثابتاً ومستداماً، ويؤمن فرص العمل للبنانيين، ويضاعف مداخيل الدولة، ويمكنها من تجاوز الأزمات الناتجة من عجز الموازنة. استاذ ولاد فرح الديار، ما لازم ياخذ ولا اجراء، بالعكس هؤلاء المصريين مطلعين وسهل عندهم يفوتوا ياخذوها وبردوها استفادوا بردوها. هيدي الازمه اللي يعني عم نسميها ازمه منا ازمه، هيدي احفاظ لكل شخص وحبه انه يسوون. نحن حلمنا من سيزي، حلمنا أحسن من أي يمكن أن يتطور. يعني ناقصنا هو نمو اقتصادي، نمو اقتصادي بدل سياسة اقتصادية قوية. شكرا دكتور صفير. أستاذ أسامة حبيب تيجي ساعتها. سؤال دكتور صفير، هلا بين الدولة مصرة على رقم فائدة على الضريبة من 7 إلى 10%. السؤال هل المصارف تنزل الفوائد على الودائع والبيعين، وكمان ترفع الفوائد على القروض يعني كإجراء احتياطي، ولا في شيء خلص تنقبلوها كأمر واقع وخلص يعني ما في تدابير أخرى؟ سيدي الفائدة اللي عم ندفعها حاليا عالية، وقلت انا بكلمتي انه هاي بتسمى فائدة الخوف. الفائدة ما لازم تكون عالية قد ما هي عالية. إذا بتنتبه حاليا بأوروبا الفائدة 0%. ليش 0%؟ 0% تنشروا الاقتصاد تبعهم، تنشروا شبابهم، تنشروا معاملهم. ما لازم يكون فايدة عالية، بقى يعني لازم هو استقرار سياسي وكلمة حلوة للأسواق، والفايدة لازم تقشر، إجباري تقشر. ما في سبب إنه الفايدة تكون عالية. شكراً دكتور صفير. مدام سمين عويد نهار. هيدا التطبيق الوحيد اللي سمعناه بالمصرفي خلال كل مرحلة الاستبدال للقطاع، وطلعوا بتطبيقات مبنية على أرقام وعلى معطيات يمكن الوسط الاقتصادي بيعرفها ولكن الناس ما بتعرفها. أول شيء ليش عم تحكي أنت من خارج جمعية المصارف وليس من ضمن الجمعية، وليه ما طلع بين
الحيوانات او اجتماعات طارئه او شيء لمواكبه الحاله الطارئه اللي مرقت فيها القطاع. وثاني سؤال، هل تتحمل مسؤوليه التطبيل للناس وللمبتعين اللي حكيت عنها؟ وكلنا بنعرف انه الازمه ليست ازمه ماليه ومصرفيه وانما ازمه سياسيه، هل انت مطمئن الا انه الحكومه قادره تاخذ الاجراءات اللي حضرتك طرحتها هلا من ضمن المقترحات وهي يفترض انها تكون ماخوذه بمشروع الموازنه؟ فهل فيك فعلا تكون مسؤول عن تطبيلك للناس؟ شكرا. سمعت عليك شو زكي، سمعت عليك شو زكي، يعطيك الألف سلامة. طيعتيني مش عارف وين أبلش. هو سؤال بس اسمعني بس. لا بكل بلدان العالم في أزمات سياسية، بكل بلدان العالم أزمات سياسية ما بتأثر على أسعار الفاتر وعلى البنوك. ما بعرف ليه عنا ببلادنا كل اللبنانيين خبراء، خبراء سياسي، خبراء اقتصاد، خبراء مال، لو بيقللوا شوي من نشاطهم بخبرتهم وبيستعملوها كمصالحهم هيك بيساعدوا على الانتاج المحلي. لا نحن ماليا ما في شيء تغير عنا، ماليا بالعكس بقدر اقول لك انه الفوائد لانه الودائع بعدها عم بتزيد وبعده عم يجينا ودائع كثر خير الله. حالتنا مستقره، حالتنا قويه، واذا انا لحالي اكيد مش صحيح، انا اليوم صرت عالي بس الشباب عم يحطوا قيم بجمعيه المصاري وصلوا صوتهم لما بيقدروا يوصلوا. فاذكر جواب على سؤالك، ممنون لك. شكرا. سيدي مدام جوال. اليوم كل السياسيين عم يطلبوا لمصارف تشارك بسياسه التقشف، ومن ضمنهم امين عام حزب الله السيد نصر الله دعا المصارف للمشاركه. اليوم إذا المصارف ما بدها تشارك كيف بده يتخفض العجز ومن عليه المشاركة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يبدو اتفقوا مبدئياً على رفع الضريبة على أرباح الفوائد، وبالتالي أنتم تحددون اليوم من هذه الخطوة، هل سيكون لكم في حال أقلت نهائياً بالحكومة، هل سيكون لكم خطوات تصعيدية؟ صرنا في تاريخ بيحكي عن مشوار المصارف مع الدولة اللبنانية. نحن واقفين ووقفنا تاريخيا ولم نزال مع الدولة اللبنانية. بس هلا الوضع ما بيتطلب انه نحسن برفع فوائد. برفع دخل. نعم. هلا لازم سياسات تتحسن الاقتصاد. هلا رفع تاكسز يعني مكياج. يعني نعم. هيدا المكياج مثل ما بتعرفوا بيرشط بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، بعد خمسة. طور الاستقرار السياسي ما بيرشط. طور تحفيز الاقتصاد ما بيرشط. نحن بدنا نقوي اقتصادنا، ما بدنا نحط له مكياج لنتحى لحاله. صباح الخير، انا رجاء طموني اتحاد المصارف العربيه. اهلا اهلا فيك. بالحقيقه اساسا يعني بكل اللي ذكرته عم بضلك تقول في ازمه، كما يتفق الجميع ان هناك ازمه ماليه تعصف البلاد، لكن الكثير ايضا يوجهون اتهام الى المصارف تحديدا بانها قد حصلت الكثير من الاموال عبر الهندسات الماليه التي قام بها مصرف لبنان،
وأنها استفادت بالمليارات من ذلك. ولذلك فإن الكثير من السياسيين يطالبون المصارف برد بعض مما يقولون أن المصارف حصلت عليها. هذا واحد. اثنين، حضرتك تحكين عن أفكار محتملة للمساعدة، بس هل هناك تداول حقيقي بخطة ما؟ يعني المطلوب من المصارف تطلع بموقف بخطة واضحة. حضرتك بتقول إنه إذا إجت الضريبة 50 فنحن عندنا مشكلة، وهي هلأ 40 الضريبة على الطويلة. إذا هل هناك موقف موحد تم الإعلان عنه في مواجهة الطرح الحكومي أيضا؟ ثلاثة، معلش إنه أنا قلت حضرتك إنه في عم يقترح منطقة مصرفية اقتصادية مالية لغير المقيمين، وهو طرح جديد من نوعه أن يكون في لبنان. أرجو أنك كمان توضح لي. سنت هيدا طرح عنه طرح جديد، هيدا طرح طلع سنة 1977 عقليين ما كانوا رئيس تركيز موجود في البلد. ما له طرح هيدا تشريع لكل اخواتنا اللي موجودين برا البلد تذكرهم انه هن عندهم طريقة خاصة لتعامل مع ذاتهم. تفكير هيك بشجع جذب الودايع عندك. تفضلتي وحكيتي حضرتي عن اسد. انا ما قلت في اسد، انا قلت في شبيش، انا قلت في ناس عم بيحكوا وعم عم يزعوا الجو الاقتصادي اللي موجود في البلد. نحن برجع بعيد وكبر انه اللي عايزه لبنان هو نمو الاقتصاد. احنا عندنا سيوله، احنا عندنا القدره، ناقصنا استقرار سياسي، ناقصنا سياسات تتقوي نمو الاقتصادي بهالبلد ويدافعوا عن المؤسسات اللي ناجحه، فيش يدفعوها حق المصاريف. ترجعي على رول تبع مصر لبنان. نعم. مصر لبنان وحيد بالساحة. يعني عمل واحد هلا مصر لبنان سمح على استمرار كل حالة اقتصادية بالبلد. ما عمل شيء غلط مصر لبنان. مصرف لبنان بالسياسات اللي عملها ساعد انه بايام صعبه يفوت 10 مليار دولار ظرف جمعه واثنين وثلاثه وشهر وشهرين على اللبنان. هذا الجواب يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ عصام شلهوب مجله العام. عصام شلهوب تفضل. كيف انعكس التباطؤ على احتياطات وملائكه المصارف؟ بس ننتهي من السؤال لحتى تستعمل ضروره تفعيل القطاع العقاري. وفق اي قواعد فوائد، يعني وفق اي قواعد ممكن تفعيل القطاع العقاري، وماذا عن بقيه القطاعات؟ لحجاوبك على ثاني سؤال بحيث اول واحد ما سمعته ولا فهمته. بما يختص بالقطاع العقاري سيدي، ما بتقدر يكون عندك قطاع عقاري مسؤول الفايدة مثل ما هي اليوم. القطاع العقاري معلق بالفايدة، بس تعلى الفايدة بيوقف سوق العقاري. مطلوب تنزيل الفايدة. تنزل الفايدة بلبنان بدنا نقيم كل شيء أخبار بتخوف المودعين، وبتنزل لحالها الفايدة بلبنان. الفايدة بلبنان حاليا مصطنعة من وراء الخوف، من وراء الاخبار السلبية يلي عم بتضر الاقتصاد. شكرا لك استاذ. نحن بنضطر ضد الهواء، يعني وزارة الخارجية
حتى طبعا بيتأثر فقط بأسفل الأنجبي مرحبا. بظل ارتفاع أزمة البطالة بلبنان عم بيزيد عددها مع تقدم السنوات، نحن بدنا نعرف أسبابها. شو أسباب ارتفاع هيدي أزمة البطالة وشو اللي عم بيؤدي لارتفاع هيدي الأزمة مع تقدم السنوات؟ لذلك استقبلنا أستاذ رازي الحاج اللي هو الخبير الاقتصادي تيعرفنا عن أسباب ارتفاع البطالة. حضرتك، شو سبب ارتفاع أزمة البطالة مع تقدم السنوات برأيك؟ اولا دائما البطاله مرتبطه ارتباط وثيق بالنمو، يعني البلد يلي ما عنده نمو بتكون حجم البطاله فيه بيرتفع، والنمو مرتبط بحجم الناتج المحلي، يعني قد ايه هيدا البلد عنده سنويا جي دي بي. الازمه بلبنان حقيقه انه في تباطؤ بالنمو اثر على حجم الناتج المحلي يلي هو صغير. فينا نعتبر انه هيك باختصار لنبسط للناس، حجم الاقتصاد اللبناني صغير، ما عم يقدر هذا الاقتصاد انه يخلق فرص عمل ويخلق نمو. لهيك المطلوب الحل الوحيد لكل الازمات الاقتصاديه وخاصه لناحيه خلق فرص عمل هي تكبير حجم الاقتصاد. تكبير حجم الاقتصاد بيكون بانه نقدر نخفف من العجز في الميزان التجاري. يعني تعرف اليوم بلبنان بنصدر ب 3 مليار دولار او ب 2.7، بنستورد ب يعني تقريبا بين 19 و 20 مليار، يعني نحن عندنا عجز سنوي يفوق 16 17 مليار دولار بالعمله الصعبه بتخرج من لبنان. لهيك الحل بيكون يعني نحن نزيد صادراتنا، وهيدي اكيد بحاجه لانتاج زيادة الانتاج الداخلي والمحلي، أو إذا بدك نزيد الاستهلاك الداخلي من منتوجات من صناعة لبنانية. أنا عم بحكي منتجات، ما بقصد بس قصص ممكن تكون يعني products final products، فيها تكون services كمان، خدمات. وهذا إذا بدك الحل الأنسب والعملي يلي بيقدر يشيلنا من التباطؤ بالنمو الاقتصادي يلي موجود عندنا. كيف ممكن نستقطب أصحاب الأدمغة على لبنان بظل ارتفاع أزمة البطالة؟ نحن بصراحة عم نعمل العكس، نحن عم نصدر الأدمغة وعم نستورد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. بعتقد انه الحل هو انه نقدر نخلق لهم ارضية تقدر تستوعبهم، وانا بقصد بالارضية يعني بلاتفورم يقدروا يكونوا اصحاب هالادمغة، وخاصة اليوم بالقطاعات يلي اللبناني عم بيبدع فيها على المستوى العالمي، قطاع المعرفة يلي بيتضمن كل شيء تكنولوجي، اي تي، بروغرامينج، كل هيدي المواضيع تقدر الدولة تخلق مناطق اقتصادية حرة، تعطي تسهيلات للشباب ليأسسوا شركات من هيدا النوع، بتحفيهم من الضرائب، بتعمل لهم بنية تحتية تلائم هذه المشاريع، خاصة من ناحية فايبر اوبتكس وانترنت، ويعني يقدر يلبي مستوى عملهم. شو الإصلاحات أو شو الحلول ممكن تضع الدولة لحتى تحل أزمة البطالة؟ قلت لك يعني أنا كنت عدت سابقاً عدد من الحلول. أولاً نقدر نشوف شو عنا قطاعات انتاجية نقدر نرجع نقويها، وقلت لك أنه جي دي بي لازم نكبره، لازم نكبر حجمه، لازم نكبر حجم الزراعة والصناعة، وكمان لازم نكبر حجم قطاعات المعرفة يلي بتتضمن يعني كل شيء اسمه برمجة، كل شيء اسمه تكنولوجيا، كانت معلوماتية أو كانت يعني خدمات فيهم يقدموها اللبنانيين من خلال هذه التكنولوجيا. شو الخطة المتبعة، أو إذا في خطة متبعة شو هي؟
حقيقة اليوم في عدد كبير من الدراسات بس بعد ما في خطط. يعني سمعتوا بدراسة ماكنزي يلي خلصت أنه لازم ندعم القطاعات الإنتاجية، سمعتوا بمؤتمر سادر يلي حط شروط إصلاحية على الدولة لتخفيض العجز، أيضا سمعتوا بدعم من عدة مؤسسات من البنك الدولي ويعني مؤسسات مالية ودولية أخرى. حقيقة بعدنا ناطرين إذا بدك خطة فعلية وعملية من قبل الدولة اللبنانية تقدر تدمج كل هذه الأفكار بخطة تقدر تنفذها بوقت محدود وبتايم لاين واضح. طيب بالوقت الحالي شو الممكن تعمله للإصلاح؟ يعني اليوم أكيد في قصص ضروري تنعمل، في موازنة لازم تنعمل، لازم تنقر قطع حساب، وهودي القصص يلي بتخلي مالية الدولة تكون منتظمة، بتعطي ثقة أكثر للمستثمرين. الإصلاح في القضاء أمر مهم، الإصلاح في إذا بدك البنية التحتية الأساسية مهم، أيضا يعني دعم القطاعات الإنتاجية، التخفيف من التهرب، تخفيف من الفساد. يعني في إجراءات فيها تنعمل وبتنعمل يعني بوقت سريع منه طويل.